لتفاصيل أكثر حول الموضوع نربط الاتصال بخير الدين خديمي علال مدير الموارد المائية لولاية بشار. أهلا بك سيدي. كأول سؤال، ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتزويد سكان الولاية بالمياه الشروب على المدى المتوسط البعيد وحتى على المدى القصير، خاصة مع الجفاف المسجل على مستوى سد جرف التربة الذي يعتبر الممول الأساسي والرئيسي للولاية؟ شكرا سيدي على الاستضافة من أجل توضيح بعض الأمور العالقة والمتعلقة بتزويد ساكنة ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب. ليعلم الجميع أن ولاية بشار تتكون من 11 بلدية، هذه البلديات كلها مربوطة بالمياه الصالحة للشرب وتتزود على فترات، منها اليومي ومنها 1 على 2 ومنها 1 على 4 خاصة مدينة بشار التي بها العدد السكاني، الكثافة السكانية للولاية حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 196,000 ساكن. هذه البلديات تتزود من حقول مائية جوفية محلية تم حفر الآبار بها خلال فترات متعددة، منها حقل موغل وحقل واجدة وحقل منونات وكذلك حقل بوسير واحد. نعم، فقط سيد خير الدين، لكي نتجاوز التبعية في التموين للسدود، ما هي الإجراءات والحلول التي تم اقتراحها في ولاية بشار؟ بعد جفاف سد جرف التربة الذي كان يمول 5 بلديات وهي البلديات الأكثر كثافة، بلديات بشار، القنابسة، العبادلة، عرب فراج ومسرح هواري بومدين، هذا السد الذي كان يمول أكثر من 75% من السكان، وبعد جفافه تم الشروع مباشرة في استغلال حقل بوسير واحد والذي أصبح يمول مدينة بشار ب 30,000 متر مكعب، بالإضافة إلى حقل واجدة وحقل مغل، وتم استحداث حقل جديد وهو حقل منونات الذي تم بفضله تزويد دائرة العبادلة، حيث أن أصبح التزويد بهذه الدائرة ببلديتها 3 وقراها 1 على 3، وستصل نسبة التوزيع إلى 1 على 2 بهذه الدائرة. التحويل المهم جدا وهو تحويل بوسير والذي يتكون من 182 كيلومتر طول من القنوات وأربع محطات ضخ مع 11 بئر، والذي أصبح هو الرافد الأساسي لمدينة بشار. تم تشغيله منذ جويلية 2022 بشكل كلي، تمت الأشغال به والآن هو حيز استغلال. كذلك بالنسبة لهذه البلدية تمت بعض العمليات الاستثنائية من ربط بعض الأحياء وإجراء بعض التحسينات في الشبكات في جميع المخططات، المخطط البلدي للتنمية والمخطط القطاعي وكذلك صندوق ضمان وتضامن، من أجل رفع الغبن عن المواطنين وإيصال الماء الشاروب لكل بيت. يعني بعد الجفاف المسجل في ولاية بشار على مستوى السدود، خاصة سد جرف التربة الذي يعتبر الممول الأساسي للمياه في ولاية بشار، يعني اليوم اتجهتم نحو المياه الباطنية لتزويد السكان بالمياه؟ وذلك ما تم فعلا، حيث أن كل الولاية تتزود من المياه الجوفية وذلك بإنشاء الأنقاض وحفر الأبار، ولقد فكرت الدولة الجزائرية وتولي أهمية كبيرة لهذه الولاية الحدودية لما لها من خصوصية، خاصة أنها ولاية صحراوية وبها الحرارة شديدة والجفاف عامل الجفاف والذي أثر سلبا على هذا السد، حيث أن هناك عملية
فطرتها الدولة من أجل جلب 80 ألف متر مكعب يومي لمدينة بشار من تحويل القطراني، هو في الرتوشات الأخيرة، وذلك بعد زيارة السيد وزير الموارد وزير الري لولاية بشار خلال يومين السابقين يوم 20 و21 ماي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة من أجل الانطلاق في هذا التحويل الذي نراه هو الحل الأنسب الذي سيضفي طابع الطمأنينة والسكينة على مواطني وساكني بلدية بشار مقناطسة وكذلك العبادلة وعرق فراج ومشرع هوارب ومدينة. نعم، هل تم وضع منشآت لتخزين المياه وتزويد السكان بالمياه خاصة بالمناطق البعيدة؟ بالنسبة خاصة نتكلم عن مدينة بشار، كما أسلفت سابقا أنها المدينة ذات الكثافة السكانية والتي يبلغ سكانها أكثر من 80% من سكان الولاية. هذه المدينة استفادت مؤخرا حيث أعطى السيد الوزير إثارة الانطلاق لإنجاز سعة تخزين 100,000 متر مكعب موزعة على 4 خزانات، سعة كل واحد منها 25,000 متر مكعب، بالإضافة إلى خزانات مائية 10,000 متر مكعب ببلدية بشار و 3,000 بالعبادلة و 1,000 متر مكعب بالقناطسة. كما سجل في إطار المخطط البلدي للتنمية بعض الخزانات لبعض البلديات كالمريجة، بوكايس، الأحمر، قرية صفيفة، القطراني، واد صفصاف وفندي، وكذلك الرطفة الطيبة، من أجل زيادة في إشاعة التخزين وتأمين التوزيع لمدة فوق 3 أيام دون أن يشعر المواطن الكريم بأي خلل أو أي عطب كهربائي أو ميكانيكي بالنسبة للمنشآت الضخمة. نعم، هل ما يتم استخراجه من مياه باطنية يكفي لتغطية احتياجات الولاية فيما تعلق بالشرب، الفلاحة والصناعة؟ بالنسبة للشرب تولي الدولة أهمية كبيرة حيث أن كل المشاريع تصب في هذا المجال دون أن نغفل الجانب الفلاحي والصناعي، وذلك بأن هناك دراسة تمت من أجل جر ما قيمته 180 ألف متر مكعب من المياه من حقل وادي الناموس من أجل تأمين تزويد بالمياه الصالحة للشرب وكذلك الفلاحة والصناعة. مع العلم سيدي الكريم أن محطة التصفية لمدينة بشار والتي سعتها 55,000 أكثر من 55,000 متر مكعب يومي ستدخل حيز الخدمة خلال شهر ديسمبر 2023، وهذه المحطة ذات التصفية الدرجة الثلاثية للترشير أي إيبيراسيون ترشير. هذه المحطة سوف تكون رافد من روافد المياه خاصة بالنسبة للفلاحة مع وجود محيطات كمحيط قلب العودة ومحيط واد حسون وكذلك مصانع تصفية الحديد بمنطقة التمويات والتي تدخل في إطار ما يعرف بمصانع غارج بيلات. نعم، وهو ما تكلم عليه وزير الري بالأمس حول جودة مياه وتوفرها باطنيا في ولاية بشار سيد خير الدين. بالنسبة للكمية هي هناك تأكيد من السيد الوزير ومن كل الخبراء الذين عملوا على حقل بوسير واحد وكذلك القطراني وواد الناموس، والذين أكدوا أن أولا الكمية متوفرة بغزارة وأن الجودة هي جودة عالية ونوعية ممتازة تفوق كل
تصورات بحيث أنه يمكن أن نقول أنها مياه معدنية باطنية حاب الله بها ولاية بشار. نعم سيد خير الدين خديمي علال مدير الموارد المائية لولاية بشار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ننتقل إلى أو نعود فاصل ثم نواصل.